رجعت نادي فريق، يعني بالنسبة لي أنا يعني أجواء مش جديد عليها، يعني السالة هذه سالتي ويعني عندي شهادة كانت كبيرة الحمد لله. يعني اتفقت يعني مع هيئة المديرة الجديدة، يعني مش لعب سنين مع النادي الافريقي، ان شاء الله معمني باش نرجعوا يعني نلعبوا على الالقاب ونرجعوا مجد النادي الافريقي بحول الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله عام مبروك، وان شاء الله نفرحوا يعني جماهير النادي الافريقي كما فرحنا من قبل. ان شاء الله المؤسسين يشاركوا، اغلى كان فما جوار لازم نشكروه، راهو نعيم ديفالا، لانه اول لاعب معناها تقريبا كي تعودنا مع جيل النادي الافريقي هو اللي يشجع برشا لاعبين اخرين كيما مروان يجيو للنادي الافريقي، وبدا يقعد نعيم معناها ولد النادي. احكي لنا على الافكتيف تاع النادي الافريقي بكل صراحه، كيفاش ترى النادي الافريقي السنه؟ قادرين باش ينافسوا نابل والاتوال على الالقاب؟ والله يا سيدي، اول حاجه هم نقول لك انا ما فماش علاش تشكون، يعني هذه جمعيتي وهذه معناتها عندها فضل كبير عليا، تارعت فيها يعني معناتها قراص مع الكلوب الافريكان اللي انا وصلت نلعب في نيفو وخرجت نلعب بروفيسيونيل يعني. وبالنسبه للافكتيف يعني يعني كما نقولوا بشهاده لعبه كل لعبه كل تشهد اللي عامل افكتيف كبير، يعني لاعبين يعني تاع المنتخب وعندنا لاعبين صغار اللي يعني ان شاء الله معمين باش نعاونوهم نكادريوهم احنا الجوال اللي عندنا اكسبيرونس. وبحول الله يعني ما فماش علاش يعني السنة نفسه مش نساعد، يعني نتصور الكلوب في جمعية كبيرة، يعني جمعيات هذوما قبل يعني ما كانوش يقلقونا، ان شاء الله السنة نرجعوا كما قبل بحول الله ان شاء الله. صح نايم.